أثارت قضية إنشاء المراقبة على قطاع التمويل عبر الإنترنت نقاشا ساخنا خلال المؤتمر العالمي للإنترنت والذي عقد في بلدة ووتن الصينية، حيث دعا بعض الخبراء إلى تقسيم واضح بين الأعمال المالية الجديدة والتقليدية، أما آخرون فيدعون أو يدعون إلى وضع أحكام أكثر صرامة على جمع الأموال بصورة غير شرعية. في ظل دخول التمويل عبر الانترنت مرحلة نمو سريعة وكبيرة في الصين، ظهرت بعض المشاكل، منها الاحتيال المالي ودورة الازدهار والركود السريعة والمراقبة الفضفاضة. هذا واقترح بعض الخبراء رفع سقف الدخول إلى القطاعات التقليدية تجاه الشركات المتخصصة في التمويل عبر الانترنت. ينبغي على الهيئات الاشرافية إعادة قائمة للأشياء التي ينبغي أن لا يشملها تمويل عبر الإنترنت، وإذا كنت فقط تقدم خدمات الاستعانة باستخدام تقنيات الإنترنت فإنك ستحظى بالتشجيع، ولكن لا يمكنك إنشاء مجمع للأموال بصورة غير مشروعة. وأشار بعض الخبراء الآخرين إلى أن الاحتيال المالي عبر الإنترنت قد أحدث ضررا بنظام السوق، الأمر الذي يتطلب تجديد الإشراف عليه. من أجل منع المخاطر من العمليات غير المشروعة والاحتيال المالي، يتوجب علينا تحسين تنفيذ القانون والمراقبة. ومع ذلك يحتل التمويل عبر الإنترنت مركزا متفوقا في تحديد المخاطر، وقد تم استخدام تحليل البيانات الكبيرة في تجنب المخاطر بشكل متزايد وتشجيع المستثمرين الذين لهم حسن الائتمان، ولكن في آخر الأمر لا أحد سوى القانون القوي القادر على المساعدة على الاندماج الأفضل بين العالمين الماليين على الإنترنت وغير الإنترنت.